اهلا بكم. بنكمل مع بعض مناقشه قضيه المخدرات في دور الايتام والملاجئ، والاستاذه هاجر ابو العيله هتقول لنا رايك في القضيه دي سريعا، وهنكمل الحلقه الجايه. احنا طبعا حضراتكم سمعتوا مداخله رزق الله عبد الفتاح من ابناء دار ام القرى والشهاده الخطيره اللي قالها، وهيكون معانا على الهواء ان شاء الله الحلقه الجايه. استاذه هاجر اهلا بيك. طبعا انا متضايق جدا لانه اتاخرت، لانه ده موضوع مهم وفي غايه الاهميه. انا احب اكمل على كلام استاذ رزق. الكلام اللي هو بيقوله ده صح بنسبه 100%. انا بشتغل في الائتلاف المصري لحقوق الطفل، واحنا مهمتنا رصد الانتهاكات اللي بيتعرض لها الاطفال في المواقع المختلفه. وانا نزلت بنفسي الاماكن الموجوده في 6 اكتوبر تحديدا. كل اللي هو بيقوله دوت موجود واكتر من كده، وعندي صور وعندي حاجات. يعني انا عايزه اقول لك ان انا لقيت الكلاب جوه المطبخ بتاكل في نفس الحله اللي بياكل فيها الاطفال. يا ده انا شفته وصورته جوه المطبخ في دار ايتام، في دار ايتام في 6 اكتوبر ده كان موجود فيها بالظبط. الفكره كلها لما يعني انا لما تابعت اللي بيحصل واللي فهمته ان وزاره الشؤون الاجتماعيه بتقول احنا ملناش دور. لا، ازاي؟ هي مهمه وزاره الشؤون الاجتماعيه الرقابه. حضرتك المشكله ان وزاره الشؤون الاجتماعيه بتتعامل مع المواضيع ديت بايه؟ بانه خلاص الورق موجود، ولا رقابه ولا متابعه ولا تقييم ولا. ده الاستاذ عائشه عبد الرحمن رئيس الاداره المركزيه للرعايه الاجتماعيه كانت معانا في مداخله بتقول بنروح بيورونا حاجات جميله. ولا لا لا لا، يعني انا عايز اقول لحضرتك من الكلام من جوه، الناس قالوا لي احنا ما حدش بيجينا، ما بنشوفش حد، ما بنعملش حد. هو اللي قاله ده هو الحقيقه بنسبه 100%. انا في حد مره قال لي الطفل ده بالنسبه لهم خاتم الماظ، لانه ده بيجي لهم. هقول لحضرتك بمعنى ايه. دول الاطفال بيجي لهم تبرعات، لانه هي كمان جايه من منظور ديني، والفكره انه كفاله اليتيم وتبرع لليتيم. فغير كمان الاطفال اللي في ظروف الشارع او الاطفال العاملين، هم بالذات الفئه دي تحديدا بيجي لها تمويلات كتير جدا جدا من اماكن مختلفه، ومن ناس رجال اعمال وناس اغنياء او 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 او. فالعاملين جوه المكان جوه الدار طبعا، لان مفيش رقابه من الشؤون، والشؤون مش اخده بالها من اي حاجه. فمثلا لو الولاد دول جاي لهم 20 كيلو لبن في اليوم، فاللي بيشتغل في المطبخ ياخد 10 ويدي لهم 10، يروح يبيع 10. ده الكلام ده اللي انا بقوله على مسؤوليتي وانا متاكده منه. لو مثلا الولاد دول بيجي لهم معونات ولا ولا ولا، الحاجات بتتقسم على العاملين في الاول، وبعدين الولاد ياخدوا الباقي. دي حاجة. تانية حاجة فكرة عزل الولاد دول طول الوقت عن المجتمع، ما ده بيوصمهم. انت دلوقتي مصر ان انت تعزله، ما بتدمجوش ليه داخل المجتمع؟ ليه ما بتحاولش يبقى بتشارك الطفل في تحديد يعني مشاركته في ان هو يختار مصيره ويشوف هو عايز ايه وبيفكر ازاي؟ فكرة كلها ان احنا لسه عندنا الطريقة القديمة في التعامل مع الاشياء. طفل يتيم نقعد طول الوقت نوصمه ونصنفه بانه ده طفل يتيم وملهوش حقوق. لا يا استاذ، في اتفاقيات دوليه وفي قانون بيقول ان الطفل ده ليه حقوق غصب عني وعنك، انا مش بديله منحه، ده حقه، ده حق الدوله. في القانون بتقول ان الطفل اللي ما عندوش اسره ان الدوله مسؤوله عن ان هي توفر له اسره بديله، توفر له فيها كل الرعايه من اول الرعايه النفسيه لحد ما يبقى انسان كامل يخرج مواطن صالح للمجتمع. فانت ما تجيش تقول لي ان انا بجبي عليه، ولا الشؤون الاجتماعيه تقول لي لا احنا اسفين. اولا الشؤون الاجتماعيه منين؟ من فلوس الناس. بتقول لي احنا اسفين؟ انت ازاي بتقول لي انا اسف؟ الداخليه ملهاش دور. معلش، الحاجات الاجتماعيه دي في كل حته في العالم اللي بيتعامل معاها الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الأخرى زي مؤسسة الصحة وزي مؤسسة التعليم. ما تجيش بقى تقولي ان الداخلية تاخد الولاد تقبض عليهم وتضربهم وتعذبهم وتدخلهم في السجون. لا طبعا، مش ده الحل. ده طبعا اللي هو قال الكلام لا ده. طبعا انا بحل حاجة اجتماعية، ده هي اسمها وزارة الشؤون الاجتماعية لحل المشكلات الاجتماعية الموجودة. بس تقاعس الشؤون الاجتماعية بيؤدي لمشاكل أمنية. استاذ مجدي، انا يعني انا عندي حلم ان ازاي تكون في جهة مستقلة بتراقب على المؤسسات المعنية بالطفولة. طيب، في مصر. طيب، ده هنناقشه في الحلقة الجاية. بس اسمحوا لي ان انا اقول لكم على نتيجة سؤالنا على الفيسبوك اللي كان بيقول هل ترى ان ضعف رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية، نفس الكلام اللي بنقوله واللي قاله رزق، على ملاجئ الايتام تسبب في تحولها الى اوكار للجريمة؟ نعم. كم في المية ست اللي هو تتوقع ان هي السبب وزارة الشؤون الاجتماعية؟
كام في المية؟ نتوقع 90% وقت. 97% نعم السادة المشاهدين بيقولوا 97% بعد اللي شافوه ده 97% نعم 3% لا. واضح ان 3% ديت هي من وزارة الشؤون الاجتماعية. سيادة اللواء كلمة أخيرة. زي ما قلت لسيادتك هي المشكلة بتبدأ مع نهاية الفترة اللي بيقضيها الطفل في الدار. على سن 15 سنة بيطلب منه ان هو يمشي من الدار. لكن ما بيحددلوش بديل، ما بيجيبلوش شغل، ما بيجيبلوش محل إقامة. بالتالي زي ما رزق اتكلم وقال ان هو بيلاقي نفسه ضايع، هم ضحايا، محتاج حد يدعمه. اكتشفنا النهارده ان هم ضحايا، محتاج حد يقف جنبه. ما بيلاقيش حد، حتى الجمعية اللي هي كانت بتكفله وبتربيه والمفروض ان هي أهلته علشان يبقى مواطن كويس، بيجي يوصل للسن اللي هو المفروض انه يبتدي ينضم فيه للمجتمع ما يلاقيش حد بيدعمه. هي دي المشكله، هي دي القضيه. طيب اسمحوا لي ان احنا هنكمل قضيتنا دي الاسبوع الجاي ان شاء الله في الحلقه اللي جايه، وهتكون معانا الاستاذه هاجر وهتيجي بدري. لا هاجي بدري ولانه موضوع مهم في الحقيقه. طيب. واعتقد ان احنا داخلين على مرحله جديده في مصر، ونتمنى ان كل حاجه تبقى بتتغير وبتاخد اشكال ان شاء الله، ونبطل الطرق القديمه في علاج المشكلات ونرمي المشكلات على بعض وكده. باذن الله هتكون معانا الاستاذه هاجر وهتيجي بدري، وهيكون معانا ايضا رزق الله. واي اولاد عندنا رسائل كتير جدا من الاولاد والبنات اللي هم في دور الايتام بيؤكدوا كلهم انهم ضحايا ومجني عليهم، وان المجتمع ووزاره الشؤون الاجتماعيه والحكومه وكلنا بنجني عليهم. اشكر حضراتكم جدا، بشكرك سياده اللواء، شكرا للاستاذ هاجر، ان شاء الله الاسبوع الجاي تكوني معانا. بشكر حضراتكم جدا، ونكمل قضيه الكيف او المخدرات في دور الايتام والملاجئ، واسيب حضراتكم مع زميلي وصديقي الاستاذ خير رمضان وحلقه جديده من برنامج ممكن. اشوفكم الاسبوع الجاي باذن الله.